مساء الخير، مساء السعادة، مساء الجمال. شلون كان بنات؟ شخبارك؟ رجعت لكم فيديو جديد، فيديو مختلف، فيديو أول مرة أنزله بالقناة اللي هي جولة في سوق الشيوخ حي العسكري، تحديدا انه احنا رايحين للمستوصف، اسمه مستوصف او مركز الهادي اللي موجود بحي العسكري بسوق الشيوخ. تسأل شنو موجود بهذا؟ بنات موجود اشكال والوان، وموجود من ضمنهن عيادة مالت طبيبة اسنان. هنا بنات دخلنا بحي العسكري اللي هو يصير وراء المحكمة. طبعا هذا الطريق راح نمشي احنا ونتعمق بحي العسكري. حي العسكري بنات كلش كلش كبير، وبشوارع كلش كلش هواية، بس للأسف ولا شارع بنات مبلط، ولا شارع بنات بأعمار. حي العسكري مهجور، يعني بكلش كلش هواي محلات، بعيادات خارجية، بمستوصف، بمدارس، بمركز مالت علاج، بأشكال وألوان، بمحكمة جديدة، بأشكال أشكال بنات، بس ولا تبليط بمثل ما تشوفون الشوارع يرثى لها هسه. يعني بعد هي ما تمطر الدنيا او هتشي، بس بعد يومين من تمطر الدنيا هاي جيب التبلم وعبري بالشوارع. مع الاسف يعني حي العسكري مثل ما نقول منكوب، ما بي اي عمار، لا بي مجاري، لا بي بنى تحت، ما بي اي شي بنات. رغم ما هو بالنفوس كلش كلش هواية، يعني ما النفوس ما حي العسكري، مدارس كلش هواية بي، والدليل على انه بيه كلش كلش هواي نفوس، انه المدارس مكتظه يعني وكل كثافه بيها بالطلاب. هنا بنات وصلنا المركز اللي سولفت لكم عليه، هو صح قديم بس شغل الدكتوره زين وايدها خفيفه. هنا أنا قبل فتره اجيت وكانت بيه عطله رسميه، وبايام العطل بنات ما يعني ما يقعدون، بس الجمعة والعطلة الرسمية ما يقعدون. صورت الشنية وصورت هذا، الأختي قالت أم لاك روحوا صورين المستوصف على مود أجي وأسوي أسناني. فأنا قلت ما طول هيك راح أنا أصور، وأصور جولة يعني أشوفن بحي العسكري وأصور المستوصف كله، وبعدين أشوفن شنو بيهن أسناني وراح أسويهن، بما أنه هو بنات رخيص كلش كلش رخيص. هنا انا صورت لكم حتى الشجره، دخلت وصورت لكم الاماكن كلها. بنات تسال عن السعر مالت طبيبة الاسنان، الباص 4000 دينار، الحشوه الضوئيه 16000، اذا حشوه ضوئيه عندك يعني السن ما نازل للعصب او ما نازل لحشوه الجذر، ب 16000 الحشوه. هنا بنات انا رحت الساعة بالثنتين الظهر، وهي لازم اروح انا بثلاثة على مود القى المستوصف. انبسط، تعرفون الدوام العصر، دوام الصبح يختلف ودوام العصر يختلف، انه تقعد بطبيبة اسنان وهاي واهل الباصات يعني يقعدون. فايش سويت انا؟ انا رحت بالثنتين، لقيتها معزل، رحت لاهلي، وهنا امي اجت وياي تشوف يعني شنو بيهن اسنانها وتشوف العياده يعني ونجربها كتجربه. هنا انا صعدت وكانت دقات قلبي مليار مليار دقه. اكثر شيء هذا هن اثنين، هذا الاول واحد. لا بس واحد هو توجع قلبي، هاي الاول واحد.
هنا بنات خلصت من الحشوة مالت راحات، راح احكي لكن عن يعني اللي حسيته واللي مريت بيه. بنات الايد مالت الدكتور خفيفة، يعني انا شقد اتأذى من ضربة الابرة، او حتى قلت لكن مرة رحت العيادة الطبيب يعني حتى عطالي مخدر قبل لا يضربني الابرة مات التخدير، فهنا ضربتني ابرة التخدير ما حسيت بها للامانة اي تكلفة خفيفة. وقلت لكن الحشوة الضوئية 16000 والباص 4000 الكشفية، والحشوة الجذرية 63000، القلع 8000، تنظيف الأسنان 10000. يقعدون بنات كل أيام الأسبوع بس الجمعة ما تقعد بيها، والعطلة الرسمية إذا تلطي الدولة عفوا إذا تلطي عطلة ما راح تقعد بهاي الأيام، عليها الزحام مو طبيعي. أنا رحت أول العالم، وبعدين مثل ما تشوفون اجوا اطفال، اجت نسوان كبار، واكثر شيء اجوا ما شاء الله ما شاء الله الشباب يعني يحافظون على اسنانهم، هذا الشيء حلو. سويت لكم جوله بسوق الشيوخ، اتمنى جوله اليوم تعجبكم، واتمنى يعني تستفادون اهل حي العسكري. اللي ما تعرف هذا المستوصف او اللي هامله اسنانها خلي تروح وتسوي احسن ما تبقى، وتوصل الحشوه للجذر وبعدين تحتاج الجلسات هوايه وتتاذى، كل ما تمين اسنانك كل ما انت راح تتاذين اكثر ما شاء الله. رجعت الوقت كان غروب، وهاي جولتنا بسوق الشيوخ، واتمنى سوق الشيوخ عجبكم. شوارع هنا كلش كلش حلوه، احنا ومنطقتنا شوارعها وعمار بها كلش هوايه حلو، بس ما اعرف حي العسكري ليش ما بي اعمار نهائيا. بنا اتمنى جولة اليوم تعجبكم، وكتبوا لي بالتعليقات وين تبدون اسوي جولة، وراح اروح واسوي لكم جولة بالاماكن اللي بسوق الشيوخ او اللي بالناصرية تحديدا. وصلنا نهاية الفيديو، مع الف الف سلامة، باي باي.